اي تصبر غادي داك الوليد خليه بحال هكا واضح. إذن مشاهدي متشبعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء، بالضبط منطقة الرحمة. كنتواجدو داخل واحد المنزل للابن ديالهم اللي كيبلغ 14 سنة، غادر المنزل منذ أسبوع في اتجاه 14 ياك؟ زيد في 2008 2008 15 سنة، غادر المنزل في اتجاه مدينة طنجة من أجل المحاولة ديال الهجرة الغير شرعية. هو واحد الصديق ديالو ابن الحي، ولد الدرب ديالهم رجع، ولكن حسن 14 سنة ما رجعش. الأم ديالو بغات تنشد السلطات، بغات تنشد أي واحد شاف حسن أنه يبلغ السلطات أو يتصل بالرقم اللي كيظهر على الشاشة، كيظهر على قناة شوك تيفي، باش يرجع حسن للمنزل ديالو، خصوصا وأنه الإبن الصغير ديال العائلة كيمارس رياضة ديال فنون الحرب، يعني وليد نقي، ما بغاتش الأم ديالو ما بغاتوش يضيع. السلام عليكم اهلا. قربي اختي حداك الميكرو، عاود لنا فوقاش ولدك غادر، شحال هادي باش غادر ولدك الدار؟ خويا مشى خرج نهار الخميس. نهار الخميس اللي فات؟ الخميس اللي فات. معاش خرج؟ خرج مع السبعة. اها خلي هذيك تبان بينو. جا عندي قال لي ماما، قلت لي العام سبعة ديال الصباح ولا سبعة ديال العشية؟ اها جا قال لي ماما بغيت الفلوس، قلت ليش بغيتيها؟ قال لي ماما بغيت غير باش ندير كسكرو طمام. اها بقى شاد بنت اختو كيبوس فيها وكيبكي وزاد. ملي وصلت العشرة ونص نط خرجت كنقلب عليه ما لقيتوش. شحال عطيتي ديال الفلوس؟ 200 درهم. او 200 درهم كل ديال كسكروط؟ لا رجع دابا عطيتيه زعما ياخذ كسكروط ويرجع لك الصرف. اه زاد هي هذيك. زاد هي ما رجعش. من بعد عرفتو بانه هانتي قربي حداك الميكرو، من بعد عرفتو بانه مشى هو شي ولد الدرب مشاو باش يحرقو. مشى هو وجوج ولاد. اها كيعيطو علي من هنا كنقول لهم سيرو راه ما كاينش حسن. اها مشى هو وجوج ولاد ولد رجع. اها وجوج ولاد ما كان مرجعوش، حسن وعثمان ما رجعوش. وهذاك الولد اللي رجع شنو قال لكم؟ بقى كيلعب بيا كيقول لي سيري المحطة، سيري مشيت المحطة بغيت نقلب انا الجيران ما لقيتش. بلغتي بعد البوليس؟ بلغت البوليس. درتي بحث لفائدة العائلة؟ درت بحث. اها بقى هذاك الدرب كيعيط عليا يقول لي سيري المحطة، مشيت المحطة ما لقيتوش. محطة ولاد زيان؟ ما لقيتش. قال لي سيري للمدينة، راه في المدينة. مشيت للمدينة ما لقيتوش. اها ملي داني بقى لاوت فيا من هك لهك، مشيت قلت للبوليس قول لهم قول لي وريني فين خلى ولدي. صيفطوا معايا البوليس، ملي وصلني لطنجة قال لي اجي نمشيو رحلة كنا في الفنيدق. مشيتي انت شويه حتى طنجه؟ مشيت انا 3 ايام اليوم وانا في طنجه. اها وعافاكم، انا بغيتكم تعاونوا معايا وبغيت حسن يرجع الله يحفظكم. انا ما سخيتش بولدي بالصحه، راني غنسطو وغنحماق. انت ما عارفاش بانه كان غادي يمشي يحرق؟ انا غادي كيع مع عمر ولدي قال لي انا الحريق، مع عمر ولدي انا خرج الخصومه كان خاصم بالصح، ولان باش كنضربو ولا نخسر ليه ولا شي حاجه. لا انا ما عمرني خسرت الحسن، انا حسن كدير لي السويه ما عديش، انا ما كاينش بابا كدير لي السويه، حسن دير لي لاصال، حسن يقول لي عطيني حسن عزيز عليا ولدي وبغيت يرجع. عاف اللي شافو ولا عارفو ولا شي حاجه يتعاون معايا، انا مزوقه فيكم رجع لي ولدي بالصح، راني كنموت وكنتحرق. انا بالحيط ولا ضليت في طنجه، ويا من ضليت في طنجه كنقلب، وانا طنجه ما عمرني مشيت لها وما عارفه حتى فين نقلب. وانا البارح بيتها غير الجرده ما لقيتش فين نبات، والصباح ما وديت معايا المراه وخلص عليها المركوب هي وولدها باش يوريوني، ومن داوني تما ما ورونيش وهما جاو انا بقيت، وانا ما عارفه حتى فين نقلب، وانا ديعه نقلب. يا حسن انا عمرني ما خسرت لك وليدي، حسن انا عمرني ما قلت لك شي كلمه. يا حسن يا حسن واش درت لك تمشيتي؟ اشنو هي اللي خلاتك تمشي وليدي وتبعتيهم؟ يا كيجيو عندك انا وكنقول لهم سيروا ما تمش ما تخرجوش حسن. حسن عافاك حسن، انا ما غنضربك، ما غيضربك ياسين، ما غيقرب لك حتى شي واحد. الا ما بغيتيش تجي غير عيط عليا وقول لي ماما انا فين كاين وانا نجي عندك نشوفك. إذن كيف تبعتوا الأم كتناشد الناس اللي كيعرفوا حسن أنهم يبلغوا عليه، ولا حسن كان كيشوف هذا المباشر أنه يرجع لدارهم، الأم ديالو كتوعدوا بأن ما غادي تضربوا ما غادي تغوت عليه ما والو. ما عمرو دار لي حتى حاجة حسن،
خصوصا ونحن على بعد ايام من بدايه عاوتاني السنه الدراسيه. باقي ولدك كيقرا؟ باقي ولدي كيقرا، يعني خصو يرجع للمدرسه ديالو. الا شي واحد شاف حسن يوري هذا المباشر، والا يبلغ عليه السلطات سواء رجال الامن او الدرك، لان الام غادي دايره بحث لفائده العائله او اي سلطه محليه. والا كان حسن عند شي عائله ولا عند شي ناس، من الاحسن انهم يسلموه السلطات، لان حسن باقي قاصر. الا بقى عندكم راكم كتحملوا المسؤوليه القانونيه. راه ما باقا صغير، راه عثمان عنده غير 13 عام. راه حسن عنده، لا درنا كتبنا، حسن عنده 13، عثمان عنده 13 عام، ولدي زايد 2008، والدري كيقول لي راه شي واحد داهم شويه. هاد الدري اللي شمعي كيتفلع كيقول لي راه في البحر كل نبوش، كيقول انا ما عرفتش هاد الدري واش كان مصيفطو شي واحد خرجهم وداهم، ما بيني وبين هاد الناس والو، ما عرفتش الدري تا طنجة تاني دوخني ما ورانيش. معمر قال لك بغيت نحرك ولا شي؟ معمر قال لي بغيت نحرك، الا كيقول لي باغي نخدمها. ماما انتي ما عندكش، بغيت نعاونك. شوف انا ما كاينش باهم، داكشي اللي كاين الدري انا ما علاش داكشي اللي كنقد نوفر عليه نوفره، ولا ما قديش ما كنوفرش ليه. ولدي باغي لاصال، باغي لاصال شهر كنخلص ليه شهر، ولدي باغي السوايع، باغي اللي يكون، باغي ولدي باغي اللي يعاونو، باغي يوصل، باغي يوصل. ولدي باغي يقول لي ماما انا باغي نقرا، باغي ماما ندير شحال من حاجه. وني حسن غير جي وليدي، انا مزاوقه فك حسن، انا بيت البارح في طنجه وبرحت له لبيته في طنجه، وانا ما عرفتك فينا حسن، عيط عليا غير عيط عليا حسن. حسن وعثمان عيطوا عليا وقول لي ماما فين وانا نجي عندكم. مقدر حسن، انا مقدر حسن. انتم كتشوفوا الام ديالو كيفاش كتحرق على الولد ديالها، اللي شافو يبلغ عليه السلطات. ولا كان هو حسن كيشوف هذا المباشر يرجع لدارهم، ولا الا كان حسن عند شي اسره ولا عند شي ناس ولا عند شي وحدين اللي كيساعدوا على الهجره غير الشرعيه، يتحملوا مسؤوليتهم امام القانون ويسلموا للسلطات، لان العقوبه ديال التغرير بقصير كتوصل لسنوات طويله من السجن. اللي شاف حسن يبلغ السلطات او يرجعوا لدارهم. غادي نعاودوا نوريو الصوره ديال حسن. انا خويا حسن المقدر 14 سنه، غادر المنزل ديال الاسره في منطقة الرحمة ضواحي مدينة الدار البيضاء منذ يوم الخميس. هذه هي الصورة ديالو اللي شافو، اللي شافو ها هو اللي شافو يبلغ عليه السلطات أو يحاول يساعدو أنه يرجع للمنزل ديالو. اللي ما شافوش، اللي ما قدرش غير يبارطاجي هذا المباشر، على الأقل يوصل لواحد العدد كبير من الناس، ويوصل حسن يرجع، يقدر حسن يرجع الام ديالو الاسره ديالو. اخي هضر قال لك مشى الناظر، قال الدري ملي لعب بيا هاد الولد مشى. واخا حيدي اختي هذيك ما كيبغوش يبينوا التصاور. اها اخر مجيا الدري قال لي اجي في طنجه، ملي وصل طنجه قال لي راه مشى الناظر. ولكن هما ما قالوش لك من هنا قبل ما يمشيو لطنجه؟ لا ما كانوش بانهم متفقين مع شي واحد غادي يحرقهم ولا شي حاجه. لا والو، ولدي كان خدام في لاباج عند مول لاباج هنا، خلطوا عليه الدراري ما عرفتش، قالوا لي قلت لي يعطيني 5 دراهم، عطيته 4000 ما رجعش. دار 4000 ما بقاش رجع، هي هذيك باش مشى. مشى ما رجعش. واخا الرقم ديال الاتصال اللي شاف حسن شنو هو الرقم؟ واخا كتبناه نعاودو نقولوه باش يبقى في الفيديو. حافظه هذا، حافظه داك الرقم اللي عطيتينا ديالي هذاك عاد. واخا راه خويا لا غنقولوها. الرقم اللي شاف حسن يتصل بهذا الرقم 07 12 10 46 15، 07 12 10 46 15. ولا كان حسن كيشوف هذا المباشر يرجع لدارهم، راه ما عندوش منش يخاف غير الام ديالو. انا راه ما نضربك حسن، انتم كتشوفوا انا راه ما ندير لك والو حسن، عارف حسن علاش كاين يرجع؟ انا كنتصطى وكنحمر، كنقول لك حسن راه ما عندكش اللي يقلب عليك، وانا كاينه غير انا حسن، وانا ما درت لك والو، ما عيرتك ما ضربتك، انت دخلتي وزورتي وخرجتي يا حسن، خرجتي من الشارجوم ديال الكوزينه، انا باركه عاد الباب، خرجتي من الشارجوم ديال الكوزينه، قلت لي وليدي اعطيني نعطيتك، ما كان ضربك ما كان جري عليك، اشنو درت لك حسن؟ انا نهار كامل انا كنقلب حسن. اوليدي انا مزوقه فيك، الا كنتي شتيني يا وليدي رجع بالصحه وليدي، راني كنتشوق. احسن راه ما عندكش اللي سولفك، احسن راه ما عندك لا باباك اللي غوت عليك لا حتى شي واحد. احسن ديما كنقول لكم دخلوا، راني كاينه غير انا اللي كنقلب عليكم، عفاك احسن راني كنتحرق. الا شتيني يا حسن رجع، انا ما غنضربك، ما نردك المدرسه بالزز، اللي بغيتي حسن ديرها، غير اللي بغيتيها ديرها، غير رجع. ما رجعتيش اخويا غير عيط عليا، انا مرتي راك حافظها يا حسن، عيط عليا. يحيى جا وانت ما جيتيش، يحيى جا ملي جا حسن يحيى هو كيلعب بينا، ما وصلناش للبلاصه اللي انت فيها حسن، وانت انا مزوقه فيك اولدي حن فيا، ياك تما تقول لي ماما وانا ولدك صغير، ياك تا هو ولدي صغير وانا حيزك عليهم كاملين،
عافاك حسن اللي ما عيط عليا، غير عيط عليا انا بغيت كنسمع صوتك، ولا بغيتي تجي عندي ما تجيش على خاطرك هذاك الشيء، بغيت تمشي عند باباك سير. اذا كيف شفتوا نداء مؤثر من الام، نداء مؤثر من الام للطفل حسن، الا كان كيسمع هذا الا شاف هذا المباشر انه غير يتصل به على الاقل. كنعرفوا القلب ديال الام بانه كتحرق على الفلذات ديال الكبد ديالها، وخصوصا ان حسن هو الطفل الصغير في العائله. الا كنتي كتشوف حسن هذا المباشر، حاول ترجع لداركم في اقرب وقت ممكن وما عندك من الشغف. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه، دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.